الجنوبية مجددا. لماذا لا تأتي المساعدة الدولية في وقتها؟ من أمامي ما تبقى من تلفزيون لاتين على الضحية. من أمام الضاحية الأبية تفاوض غير المباشر والتبادل. برغم تقرير بعثة الأمم المتحدة وما تضمنه من انتقادات للأعمال العسكرية الإسرائيلية، ظل اللبنانيون بغالبيتهم ينظرون إلى المؤسسة الدولية على أنها شريكة في الحرب ضدهم، وعليه نزل المئات إلى مقرها في وسط العاصمة، وذلك فيما كان المقر الرئيسي في نيويورك يشهد مواجهة دبلوماسية جديدة. A two-way in and out humanitarian corridor to meet the needs of those affected on the Lebanese side has been established. وكأن علينا أن نحيي ونشيد بمشاعر الرحمة التي تغمرهم، لكن العالم كله يشهد كيف حولت الآلة الحربية الإسرائيلية لبنان إلى ركام. مواجهات بطولية للمقاومة الإسلامية مع جيش العدو امتدت من تخوم بلدة مارون الراس الحدودية إلى بلدة عيترون. مارون الراس وعيترون وسواها من القرى الحدودية تحولت إلى ما يشبه الأسطورة الشعبية بالصمود، حيث حملت الأخبار القادمة من هناك ولليوم الثالث على التوالي عجز الجيش الإسرائيلي عن تسجيل أي تقدم بري. من الأيام العشرة وما فوق طبيعي كان الاستعداد من شباب المقاومة يبلش يبين على أساس أنه في معركة وفي دخول للأراضي اللبنانية. صار في معركة كتير قوية، استدامت المعركة بحدود 9 ساعات يعني بقلب الضيعة، من حاجز الجيش اللي بأول عديسي للسيحة. تقريبا المعركة بقيت لوصلوا لسيحة عديسي من الساعة 7 للساعة تقريبا 5:30 لقدروا بس فيتوا يعني 200 متر أو 250 متر. الخسائر اللي صارت بعديسة الإسرائيلي يومتها يعني اعترف فيها بالمعركة اللي صارت بعديسة بالدقائق الأولى 8 قتلى. متسقين مخشب الناغية مع بقيقة بالناغية ואתם ממתינים לפצוע שצריך להגיע מכרמיאל. אנחנו מקרבלים ממגן דוד אדום. סך הכל בכרמיאל אנחנו מדברים על פצוע אחד קשה, אחד קל. بعد 11 يوماً على الحرب، تحولت قدرة حزب الله الصاروخية إلى حقيقة ثابتة كماً ونوعاً، ومحرجة لتل أبيب التي كانت هيبة قوة الردع لديها تتراجع بمرور الأيام. وفيما كانت المعركة في أعلى درجات حموتها، كانت المساعي السياسية قد وضعت على نار حامية، حيث أبلغت الحكومة اللبنانية عن وضع اللمسات الأخيرة لمؤتمر يعقد في روما لإيجاد حل للحرب اللبنانية الإسرائيلية. هلأ بعده لسه عم بيندرس شو مكوناته، بس هو في غالبيته الحقيقة هو غالبيته مؤتمر من شان مواضيع الإنسانية والاقتصادية. في هذه الأثناء زار رئيس تيار المستقبل فرنسا مناقشاً ومروجاً لطرح تسليم الجنديين الإسرائيليين إلى الحكومة اللبنانية. في إجماع وطني على الحكومة اللبنانية لأنه فيها كل الأطراف السياسية، والحكومة اللبنانية باستطاعتها أنه تكون تسلم هؤلاء الأسرى. المهم عندي أنا أنه العدو الإسرائيلي ينهي الهجوم. بعد في 5 أطفال تحت الركام. يوم طويل من الاعتداءات على منطقة النبطية ومرجعون حصبية في اليوم 11. إذن وفي 22 من تموز تواصلت الغارات الإسرائيلية بعد أن شعرت تل أبيب بضيق المهلة المعطاة لها أكثر من أي وقت مضى، أولاً بسبب المؤتمر الدولي المزمع عقده، وثانياً بسبب الرأي العام الغربي الذي بدأ يتحرك متظاهراً في أكثر من عاصمة. هيا بنا سلا، هيا بنا سلا،
ils sont en train de détruire tous les États du Moyen-Orient pour redessiner la carte du Moyen-Orient comme le veut Bush, pour mettre la main sur le pétrole. C'est tout, il n'y a pas d'autre raison. What do we want? Peace. Why do we want it? Yeah.